مساء حضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك سيادة الوزير. احنا بنتكلم في عندنا دلوقتي وصلنا في مصر اللي اعتقد ما فيش غير عدد قليل من انواع الفاكسين هو اللي مش موجود، لكن بقى عندنا زي ما بنقول بلدي كده فرايتي في الفاكسين على مستوى العالم، اللي موجود على مستوى العالم بقى موجود في مصر، و25 مليون تعاقدنا من جونسون اند جونسون. هنا بسأل حضرتك على قصة الفاعلية لكل فاكسين بيتم، مش بتكلم على ان التعامل معاه في مصر فقط، لا، على بيتم التعامل معاه على مستوى العالم بتبقى ليه نسبة فاعلية. مظبوط. 88%. هنا السؤال ممكن الناس تقوله لبعضها، دكتور عوض اللي هو ايه، طب انا خدت السينوفارم فعاليته كان 80% مثلا، يعني انا ما اعرفش فعاليته كانت قد ايه. التاني يقول لك انا خدت الاسترازينيكا وكانت فعاليته كذا. مساله الفعاليه هنا يعني نتعامل معها ازاي؟ انا بتكلم هنا كمواطنين بياخدوا الفاكسين ويقعد كل شويه يقول لك لا بس اصل ده ضعيف، ده قوي، ده بيجيب جلطات، ده ما بيجيبش جلطات. يعني محتاجين نفهم من حضرتك الموضوع درجه طبعاً الفعاليه. سيادتك ماشي. سيادتك طبعا في انواع متعدده من الفاكسينز، وكل الفاكسين بتاعت الكورونا فيروس معموله بطرق مختلفه. ما بين نوع هي الفكره كلها من اي تطعيم او فاكسين مدام عزه، نعم، ان بندي هذا الفاكسين او التطعيم عشان يحفز الجهاز المناعي بتاع الجسم الانسان عشان يكون اجسام مضاده تقاوم هذا الفيروس. نعم. والفيروس بيحاول هو ايضا ان يتغلب على هذه الفاكسينات او هذه المناعه البشريه، انه يتحور او يحور في شكله بحيث الجهاز المناعي يعمله نوع من التعتيم او يخليه ما يقدرش يقاوم هذا الفيروس. يعني لو انا بعمل نفسي ذكيه، لا هو الفيروس كمان بيلعب اذكى مني، يعني بيحاول يعيش. الأنواع مختلفة من الفاكسينات أو اللقاحات بالطرق المتعددة لإنتاجها ما فيش حاجة فيهم 100%. نعم. كلها نسب تتراوح بين رقمين أقول لحضرتك عليهم. الرقم الأولاني هو أن لو واحد ياخد التطعيم يحميه من الإصابة بنسبة كام في المية. نعم. فتتراوح هذه النسب ما بين 60% إلى 70%، 75 80%. لكن الشق الثاني المهم في هذه التطعيمات او اللقاحات، نعم، هو هذا التطعيم او هذا اللقاح يحمي من المضاعفات الخطيره بنسبه كم؟ ودي بتتراوح بين 80 75 75. يبقى اذا في هدفين للتطعيم. نعم. الاولاني ان انا اقلل احتماليه الاصابه، والثاني الاهم ان انا امنع المضاعفات الخطيره. تمام. لكن هذا النوع من التطعيمات بتاع هذا النوع من الفيروسات حتى الانفلونزا الموسميه لا يمنع من الاصابه بهذا الفيروس. والشق الثاني لا يمنع ان الذي تم تطعيمه او تلقى اللقاح ياخذ الفيروس انه يبقى معدي للاشخاص الاخرين. نعم. ده ببساطه شديده قصة هذه اللقاحات بصرف النظر عن اسمها او نوعها او طريقة تحضير هذه اللقاحات. يعني انا خدت التطعيم، بالنسبة لي مثلا دكتور محمد ندي مثال، انا خدت التطعيم لو جات لي كورونا ابقى مش معدية. لا يا فندم، حضرتك هتجيلك بسيطة ليست شديدة ويحميك التطعيم من المضاعفات الخطيرة، لكن لو عندك الفيروس ممكن تعدي الآخرين. تمام. طيب الجزئية الثانية فكرة الإصابة بالجلطات ما بين أنواع الفاكسين. هل معنى كده أنه كل الناس اللي تاخد الفاكسين لازم تاخد مضاد للجلطات كدواء زي إطلاق أسبرين؟ إطلاق. طب أمال فكرة أنه إطلاقا بالعكس بقى يا فندم، أخذ أدوية التجلط أو بمعنى آخر أخذ أدوية منع التجلط
بطريقة روتينية أو عشوائية في منتهى الخطورة. إزاي؟ منتهى الخطورة. الناس دلوقتي كلها تقول لك إيه؟ أنت عارف كلنا بقينا دكاترة. أنت عارف كلنا دكاترة وأساتذة. يقول لك لا لازم تاخد اسبوسيد، لازم تاخد مش بقول أنواع يعني، لازم تاخد مش عارفة إيه. ده الناس كلها كده. محدش ياخد أدوية. آه ليه اسمها أدوية سيولة. بالظبط أدوية زيادة السيولة أو منع التجلطات. أي يعني رسالة من خلال حضرتك، محدش ياخد أي أدوية إطلاقا لأي سبب، أو بما إن اللي بنتكلم فيه النهاردة أدوية منع التجلط أو زيادة السيولة إلا بإرشاد طبي وتحت إشرافك، لأن إحنا شفنا حالات جالها نزف، وفي حالات جالها نزف شديد نتيجة لاستخدام هذه الأدوية بدون ضوابط طبية. يعني في حالات محتاجة أدوية تجلط طبعا. مين اللي يحدد؟ الطبيب المعالج هو اللي يحدد نوع الدواء اللي اتاخد، جرعته ومدته. ومحدش ياخد وتحت إشراف طبي مستمر نسيق حتى لا يصاب بمضاعفات هذه الأدوية. الفاكسين بريء، الفاكسين بريء من من أدوية سيولة. لا لسه هقول لحضرتك. اتفضل. الحالات التي رصد فيها مضاعفات لهذه الفاكسينات النسبة العالية جدا هي أعراض بسيطة جدا متوقعة جدا مع أي نوع من الفاكسين، وليس فقط هذا اللقاح. شوية ألم مكان الحقن، يعني شوية احمرار، شوية ارتفاع في درجة الحرارة، بعض الأعراض التي تشابه الإنفلونزا العادية. وهي دي على فكرة هي الأعراض بتاعت الإنفلونزا العادية أو أي نوع من الفيروسات. نعم. حضرتك رصد في العالم. اللي عايز أقول لحضرتك ليه تم رصد هذا؟ لأن إجراء عند إجراء التجارب الإكلينيكية السريرية لأي تطعيم أو أي لقاح أصول اللي هو التطعيمات اللي بيتم تطعيم به الناس أو أي دواء في هذه الفترة اللي بنعمل فيها التجارب الإكلينيكية السريرية لأي أعراض جانبية ترصد مهما كان بساطتها ومهما كان احتمالية أنها قد لا تعود إلى هذا التطعيم، لازم يتقال أن حصل كذا وكذا وكذا في أثناء إعطاء هذا اللقاح أو هذا الدواء. تمام. عدد الحالات اللي رصدت عندها بعض الأعراض الجانبية، كل يوم بيطلع لنا حالة رصدت في الحتة الفلانية قد تعود إلى هذا اللقاح، لكن أيضا قد لا تعود إليه. بمعنى آخر حضرتك ليس هناك ما يؤكد حتى هذه اللحظة من كل المصادر التي أجرت التجارب الإكلينيكية السريرية ومن كل الأماكن العالمية التي ترصد الدواء ومضاعفاته واحتمالياته أكد أنها ليها علاقة مباشرة بهذا التطعيم. والعدد من الملايين التي حصلت على هذه اللقاحات هذه أعداد بسيطة جدا جدا، وقد تعود للقاحات وقد تكون لا. وعشان كده كان الخلاصة أن التطعيمات أو اللقاحات فائدتها أكثر بكثير جدا من أي احتمالية لآثار جانبية. نعم نعم. يعني ما زال أنا بقول إنه كورونا بريء من أو الفاكسين بريء من إنه ارتباط شرطي إنك تاخد التطعيم أو تاخد اللقاح فتاخد دواء سيولة، ده ملوش علاقة بده خالص. لا يا فندم، كلام حضرتك سليم 100% نصاً باللي أنت قلتيه حضرتك. تمام تمام. إن هو مفيش ربط بالعلاقة بين ده وده، أو إن اللي ياخد الفاكسين ياخد دواء تجلط، أنا موافق تماماً على هذا. وأنا عايز أقول لحضرتك أنا بقول لك كده وأنا باخد وأنا باخد قالوا لي لأ لازم لما تاخدي التطعيم بعد ما تخلصي الجرعة التانية تاخدي دواء سيولة، فأنا شغالة من ساعتها على دواء سيولة. لا يا فندم. ده كلام مهم. يعني شكك إذا لم يكن هناك سبب آخر لأخذ دواء السيولة أو مانع التجلط حضرتك مفيش ارتباط بين هذا وذاك. أخبار الجرعة الثالثة إيه دكتور عوض؟ يعني هل خلاص العالم كله متجه لمسألة الجرعة الثالثة تحت أي مسمى من الفاكسين؟ النهاردة كنت مع زملائي في طب عين شمس. نعم. وبنحضر اجتماع ونوقش هذا الموضوع، وحضرتك اللي أنا قلت لهم هي لن تكون جرعة ثالثة، هي يكون تطعيم ثاني، لأن التطعيمات سنوية مدتها الافتراضية
ما بين 6 أو 7 أو 8 شهور. يبقى إذا اللي خد التطعيم قد يحتاج الطعم مرة تانية بعد هذه الفترة. فالحقيقة تسميته جرعة ثالثة أنا يمكن أحب أقول ياخد تطعيم تاني، لأن خلاص خد التطعيم وكل الناس قالت وكل الشركات قالت وكل المؤسسات الطبية أو ده بيستمر في المتوسط 6 شهور. فإذا وحنكمل كده بقى، يعني هي فكرة هيبقى في جرعة رابعة وجرعة خامسة، يعني كل 6 شهور هو في تطعيم. اللي بيحصل مدام عزة في الفيروس الإنفلونزا الموسم، كل سنة كل موسم كل شتاء اللي بياخد تطعيمات الإنفلونزا الموسمية اللي في حاجة إليها كل سنة بياخد الفيرجن الجديد أو النوع الجديد. سيادتك شفتي تطعيم الإنفلونزا الموسمية بتاع السنة اللي احنا فيها دي اسمه 2021، هتلاقي مكتوب على العلبة كده. السنة اللي جاية هيبقى 21 22. ليه؟ لأن الفيروسات بتحوراتها هو نفس الفيروس، انفلونزا ألف وانفلونزا بي، ولكن كل سنة الفيرينس بتاعته أو السلالات أو الطفرات بتتغير من سنة لأخرى. تمام. عشان كده كل سنة بيتعمل نوع جديد من التطعيم. تمام. قد يكون هذا هو اللي هيسود بعد كده مع تطعيمات الكورونا فيروس. لسه مش عارفين الدنيا رايحة فين. طيب ان شاء الله رايحة الخير بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب دكتور عوض، ال دلتا كورونا التحور ده كل انواع الفاكسين يمشي معاها ولا ده برضه بيطور نفسه مع الفاكسين؟ لحد دلوقتي بيقولوا كده. انما هل الشركات تقدر بسرعه تغير نوع الفاكسين او تركيبته عشان تتعامل مع دلتا او دلتا بلس؟ ده هيبان الفتره اللي جايه. لكن ما اعلن، لان دلتا بلس دلوقتي او دلتا، هي دلتا طبعا حضرتك عارفه دي ترتيب بألفا وبيتا وجاما ودلتا. ايوه ايوه. 1 2 3 4. ايوه. فمسمينه دلتا عشان هذا النوع يسمى كده. ايوه. انما هل التطعيمات الموجوده او اللقاحات مؤثره عليه ولا لا؟ بتعلن الشركات لحد دلوقتي انها مؤثره. لكن بعد شويه لو لقت ان في تغيير او ان التاثير ما بقاش قوي سواء دلتا او دلتا بلس، يبقى في الحاله دي هم نفس المصانع ونفس التطعيم هيغيروا شكله عشان يغطوا هذا النوع او هذا السلاله الجديده اللي موجود. تمام. دكتور عوض، بعد اذن حضرتك، هل عدد كبير تم تطعيمه في مصر؟ يعني احنا قربنا نصل الى 5 5 وتوصيات السيد 5 مليون؟ ايوه. عدد قليل جدا. ما احنا كل شويه بنزود التطعيمات. كل شويه بيجي لنا تطعيمات جديده. حضرتك قلت الخبر ان احنا متعاقدين على 25 مليون وده حقيقي. نعم. مع الاتحاد الافريقي ومع اللجنه الافريقيه لاداره ازمه كورونا. ومع مؤسسه كوفاكس العالميه، مع بنك تصدير واستيراد الافريقي. نعم. مع البنك كل دي وسائل لتوفير 400 مليون جرعه لافريقيا. احنا كنا متفقين على 20 مليون. نعم. استطعنا ان نصل بالتفاوض مع الاتحاد الافريقي ومع شركه جونسون اند جونسون، وده المنتج على فكره موجود في جنوب افريقيا، خفضنا السعر فبقى كميه اللي انا هنحصل عليها من هذا النوع من التطعيمات 26 وكسر مليون جرعه. هي بس هتوصلنا تباعا بالتدريج على مدار نهايه، على مدار 2021 2022. نعم. وهي طبعا حضرتك عارفه ان في تنوع لمصادر الحصول على اللقاح. بنحصل من الصين، بنحصل من روسيا، بنحصل من استرازينيكا، بنحصل من جونسون اند جونسون. جونسون جونسون اللي هو جونسون اند جونسون التطعيم هو ينتج في جنوب افريقيا. ايوه. وحضرتك بيفرق عن التطعيمات الاخرى ان هو دول جرعة واحدة. نعم. بمعنى 26 مليون او 25 وكذا. نعم. هيغطوا 25 مليون. تمام. لو جمعت كل ده ولحد دلوقتي التطعيمات بتتاخد من هم اكتر من 18 سنة، هتجدي ان دي نسبة كويسة جدا بعد ما تكتمل في تطعيم المصري. معنى كده ان الفترة اللي جاية هيبقى في اقبال لعدد كبير. هدف الدولة زيادة التطعيمات بقدر المستطاع عشان نعمل نوع من المناعة الجماعية تقلل انتشار الفيروس.
ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. بشكرك على وقتك سيادة الوزير، بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين.